الراديو 90 90 هواها مصر فيها الكريدت كارد عشان لو اتزنقت اي زنقه ولا حاجه في مكان. حصل لك الموقف البايخ بتاع مثلا داخل وعامل حسابك ان في جيبك فلوس للحاجه اللي هتشتريها او للاكله اللي بتاكلها وفجاه لقيت انه ما فيش فلوس والمحفظه انت؟ حصلت لي زمان وكنا هنروح الاسم انا واحد صاحبي انا عيل حجار. طيب اي حاجه لسه ساعتها ما كنتش عيل حجار. ايه اللي حصل لو تفتكر ومين صاحبك لو فاكر؟ صاحبي كان هو رئيس فرقتي وقتها وكان الدرامر بتاعنا اسمه عماد المصري وهو هو دلوقتي متعهد ومنتج حفلات كبير وطلع في دماغنا ندخل مطعم في الزمالك واحنا ما كانش معانا فلوس قد المطعم ده. عارفين من قبلها يعني؟ لا لا داخلين عن قصد ولا داخلين وفاجئتوا جوه؟ لا من غير قصد. من غير قصد. ماشي. يعني انا عزمه وانا فاكر ان احنا هنشرب 2 كابتشينو ولا كافيه ولا شاي ولا حاجه فطلب اكل فانا دبست عشان ما اكسفوش طلبت اكل انا كمان. طلع الحساب وقتها 22 جنيه ونص. ماشي. وده كان رقم وقتها. ده رقم كبير. بما يعادل مثلا كام دلوقتي؟ قول مثلا 200 تقريبا 2000 جنيه 2000 جنيه ماشي. ف المناقشات اللي حصلت بيني وبينه شافها المتر. هنجري ولا هنعمل ايه؟ الاختيارات نجري. فقلت له ليك حد صاحبك تروح تستلف منه وانا اقعد رهينه يعني ولا اتصرف انا؟ فهو ايه يعني بالبلدي خلع سابك. سابني انا اتصرف. غنيت طيب ساعتها ولا عملت ايه؟ لا نزلت يعني سيب يعني هو قبل انه يفضل مستني طلب حاجه بقى مثلا شاي عصير يطول في القعده يطول بقى شويه الموقف الجميل ده شويه. وانا رحت لصديقي احمد نويته وقتها وقلت له الموقف اللي حصل وهو انا ساكن في امبابه انا بس يا دوب عديت الناحيه الثانيه. فقال لك تسيب صاحبك اساسا في المكان ما اقترحش كده انت تسيبه عقابا لي؟ لا ولا قال لي حتى هترجع الفلوس امتى. حقيقه يعني كان راجل كريم جدا وهو ساعدني كتير في كتب مثلا ما كنتش بعرف الاقيها او غاليه كان يديها لي اقراها وارجعها له. فتصرف في الموقف ده وكان في ظهرك وكان في ظهري الحقيقه. حلو خيره يعني ورحت دفعت الفلوس وخرجنا بكرامتنا وقتها بس كان موقف صعب جدا جدا.